السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، مبروك العواشر. نحن تنتواجدوا عند السيد عندو هاد البكران تيتباعو في مديونة. هاد البكران تبارك الله تيتباعو في مديونة بالذات. اش قهوة اش من مزارة؟ مزارة القدس. مزارة القدس تيقول تذكر يا خديجة بنتي هي لي هاز الورقة. نحيي لالا خديجة بنتي ونحيي كل مشاهد قناة زيتون المرجان والجالية المغربية وحبابنا في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. هاد الجبال كما تشوفوا معنا بكران، هادو صغار بكران ترك الزهراء اللي تيقزروهم هنايا كما تشوفوا معايا. ماشي مشكلة لالا خديجة، كاين فيهم منتوات وذكورة. أنا لا غادي تشوفهم واش شحال من بكر وشحال من بكرة. لا بلا هذا بكر، لا جرات عليهم هذيك، جرات عليهم هذا بكر، هذا بكر، هذا بكر. لا 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 هذا انت معرف، هذا بكر، هذا بكر. لا رديهم الماكلتهم، رديهم الماكلتهم كما تشوفوا معنا. هذا بكر، ضربوا يم ياكلوا، ضربوا يم ياكلوا. هذه بكرة، لا وليدي كانت خديجة بنتي سولتني واش كاينين شي بكرات. كاينين جوجات هنايا، جوج بكرات كما قلنا. السيد عندو هنا الكوري و تيذبحهم في مديونة في شبه الجزائر، مجزرة القدس. كاينة في مديونة خاص بالجمال، الجمال والبقر والغنم تذبحو حتى الماعز الحاج. حتى هو الماعز تذبحو حتى الماعز الحاج، تذبح حتى الماعز تماك شي واحد. وان شاء الله المرة غادي نجيبو شي نعام ان شاء الله، غندبحوه ان شاء الله. غنجيبو نعام ان شاء الله. تبارك الله ضروري ان شاء الله. ياك السي الحاج ضروري بالنقود ماكاينش مزال، غنجيب شي نعام ندبح. وصيني شي وحدين باش ندبح لي من النعام. سبحان الله العظيم. هو باقي غال شوية. ياك شحال تيدير الكيلو السي الحاج؟ ما عرفتش بالضبط، كيدير 7000 درهم 8000 درهم 10000 درهم البياسة. البياسة شحال فيها تقريبا الكيلو؟ تقريبا في هذيك 60 كيلو 70. اقول لك 15 البرك وما يزيد عليها ولا 20 البرك. شي 200 درهم ولا 150 درهم الناس كاين ما عمرو كان نعم كاع فيه. ان شاء الله باغي نجيبو ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما قال لنا الحاج هنايا راه جر قزار بكري، ماشي يلاه بدا قزار. وهذه حتى النوبه اخرى ان شاء الله، وغادي نهضروا معاه وغادي يكونوا في القهوه. كاين الشوايق والقزار، اللي بغى يشوي وبغى ياكل مرحبا، واللي بغى يدي ماشي مشكل. كاين اي حاجه تماك، ياك الحاج، ياك الحاج اللي بغى ياكل تماك في القهوه ياكل. اي ياكل تما ويجيب وليداتو، كلشي كاين المحل مزيان مصوب. هذا هو اللي كاين، محل محترم. شوية قدس، شوية قدس في المديونة بالذات، خاصة بالجمل. هو واحد اللي كيتباع الجمل تما في المديونة، هو عبد كبير القزال. هو هذا اللي تيهضر معنا، راجل مخير ومعروف على صعيد هاد، معروف بسمية البرش. البرش فعلا سمية البرش، يعرفوا القزارة تو الدار بيضا تو الأسواق الأسبوعية في كل بلاصة هنا في منطقة كازا بلانكا. سيدي إبراهيم، سيدي إبراهيم، إيه قهوة طريق سيدي إبراهيم. سيدي إبراهيم وهذا طريق سيدي إبراهيم في المديونة. فعلا طريق سيدي إبراهيم معروفة قهوة القزار تاع القدس. ياك خديجة بنتي؟ مجزرة القدس. القدس
هاد البكره راه تيذبحهم تماك اللي شافهم. هاد البكره راه باقيين تيردعوا هاد كما تشوفوا معايا. تسخروا ولادي شويه كما تشوفوا معايا البكره باقيين تيردعوا تبارك الله. شربي بنتي الحبيب هذاك الحليب هذا شوفوا معايا هذا واخا كاين شويه تشع الشمس هاد تلعبتوا لي هاد البكران تبارك الله. راهم فين تيجزرهم السيد في القهوه وخاص في مديونه بالجمال. هذا الراجل تيتسمى البرش معروف بسميه البرش وكاع عام كبير الحاج عام كبير. غير خليهم غير خليهم تيتسمى هو اللي سميتي عبد الكبير ما تيعرفوش ولا قلت لهم البرش تيعرفو. عطانا هاد التصويره في الجبال كيفاش نصوروا الجبال والقهوه تاعتو دابا نوريها لكم عاوتاني باش يجيب تاني جمال قرين ويكون دابح تاني في هذيك القهوه وفي هذيك المزارة. اللي بغى اللحم ياخذ ويدير دارو، اللي بغى كفته الجبال كاينه، اللي بغى اللحم الجبال كاين، اللي بغى كفته الجبال كاينه، كلشي عندو خيرات موجوده. وراجل طيب وولدو تا هو راجل مخير هما ناس مزيانين اللي بغيو يتعاملوا اي واحد فاش بغى يتعامل معاه راه بغى يتعامل مع كل واحد. كما تشوفوا معنا احبابنا هاد كانت خديجه قلت لهم غنجيبوا لكم الجمال فعلا جبنا لهم الجمال في عيد الميلود فاش قلت لي غنجيبوا الجبال وغنجيبوا لكم مازال غنجيبوا الاعلاف كيفاش تيعلفوا ان شاء الله اعلاف كيفاش تدير. فعلا كانت خديجه بنتي رائعه رائعه. 15 ماي 2021 تجبت لكم هديتو لكم هديناها للمشاهدين قناه زيتون مرجان. واش الجاليه المغربيه من احمد من طيطوان من سامير من فرنسا من السي احمد توا من هولندا من احبابنا في سويسرا احبابنا في كندا احبابنا في كل دوله في العالم ايطاليا احبابنا كوتور كوتور اسمي كوتور راحنا ما اللي ما ذكرنا سميتو بحال عبد الهادي في اسبانيا من فقي بن صالح بحال رشيد في مولاد مراح في ايطاليا بحال الدراري كلهم احبابنا. انت كبنتي ردحك راه تيردحو هما و تيعدو حيت انت ما عندكش هاد الشيء. كاين واحد الفرق تا هو اللي ما عادش هما كاين اللي لا اللي هو عاكل اللي معروف هو عاكل. دابا كاين هاد البكران باقيين مجاهدين باقيين كاين غنوريكم تانا كمكن يوري علينا الحاج ان شاء الله كيفاش تتشوفوا معنا هاد الخيرات تاعت الجمال كيفاش هذا الحاج راه تيذبحهم في مديونه قهوة القدس ياك مزارة القدس؟ مزارة القدس في مديونة في مديونة بالذات في مدينة مديونة خاص بالجمال والبقر والماعز والغنم. بابا الكريم اسمح لي هو الوحيد اللي تيذبح الجمال في مديونة مزارة القدس. كيما قالت السيدة خديجة بنتي عادي الله يرضي عليها تساعدني في القناة وكاين السيد عبد الرحمن تاقول مشى يشرب حليب الجمال وهذا هي الحمد لله. وهذا الراجل خاصة نجيو نسولوه تيكونوا عندو تا الحليب واللبن تاع الجمال تا هو تيكون في هذيك القهوة تاع الشي اللحم اللي بغيتوها كاينة فيها. بغيتي دي بغيتي تجي تما ولادك تاكل قهوة محترمة الناس مخيرين ما نعاودوش الكلام. بابا اسمح لي واخا حضري يا لالا خديجة بغيت نوري المشاهدين ممكن نوريهم الماكلة اللي تياكل ابن الحلال شي ياكلو غادي ياكلوا الشعير النخاله انا تنعرفهم تيموتوا على الشعير هما تيموتوا على الشعير. شوفوا كاش عطيهم في هذه الماكله عطيهم بحال احنا قربنا دابا لعند هذا الجبال هذا عطيهم الشمندر والتمن الفوراج التمن تاع الفوراج. انا على سولتك بابا كاين شي واحد اللي عنده جمال وما غاديش يعرف شنو يعطيهم. لا راه تيعطيهم الشعير. شوف هذا كاش مشعير هذا 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 ما غاديش نعرف مخلطه في الطريه التخليطه عطيهم التخليطه الطريه ومخلطه فيها الفصه كما تشوفوا معنا
كما تشوفوا معنا هادو بلاصه راه متير تحق حتى كما ولادي يريد حقكم معك ولاد الحليفي وين تحونا واش حقهم؟ لا راه من طبيعة الحال طلع واخا الشعة تاع الشمس تطلع ماشي الشعة اشي اشي بنتي اشي يلا تعالي طلعوا عند حاجك راك طلعوا هادو بناتي مع الشمال هما صورتهم مع الشمال